السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم كنوز مصرية. برنامجنا بيهتم بمجالات كثيرة، نذكر منها الزراعة والصناعة والتعليم والرياضة والفن. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع يخص المرأة المصرية بعنوان التعامل السليم مع الطفل المراهق. أبنائنا هم أحد الكنوز اللي ربنا رزقنا بيها. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. الأسرة وخاصة الأم لها دور كبير في رعاية وحماية الابن، خاصة وقت المراهقة. النهاردة معانا مداخلة تليفونية معايا ومع حضراتكم الدكتورة آيات عبد الحميد، أخصائي نفسي. السلام عليكم يا دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. حابين نعرف منك يا دكتورة ونعرف المشاهدين، يعني ايه طفل مراهق؟ تمام، بسم الله. المراهقة بتبدأ من سن 13 لسن احيانا بيوصل ل21 و25 حسب المجتمع اللي عايش فيه المراهق. يعني في مجتمعات بتشوف الطفل اللي عنده 18 سنة لسه طفل، مش مراهق ولا حاجة، واي تصرفات بيعملها مقبولة، يعني بيعتبروه كأنه طفل لسه عنده 10 سنين. وفي مجتمعات تانية بتشوف الطفل طالما وصل لسن 13 أو 14 خلاص هو كده دخل في مرحلة المراهقة. يعني كل مجتمع بتختلف نظرته للطفل إمتى هيبقى مراهق. عندنا هنا في مصر بنشوف المراهقة مثلا بتبدأ من 12 سنة أو 13 سنة أو 14 لأقصى حاجة. تمام. مفيش مثلا عندنا نقول ان الطفل عنده 18 سنه يبقى لسه مراهق، مع ان ده تفكير خاطئ ويعني مش صح. ممكن الطفل يوصل من سن 21 الى 25 كمان ويكون لسه مراهق، عنده يعني لسه مراهقه داخليا. بس طبعا الاب والام بيقيسوا على اطفال اخرين، ودي برضو حاجه انا انبه انها حاجه مش صح. يعني حضرتك تقصدي ان سن المراهقه هو كده ملهوش سن يعني معين؟ لا، هو ليه سن، يعني نبدا مثلا من 14 سنه. من 14 سنه ان شاء الله. يعني نادر جدا ما تلاقي طفل بيبدا مراهقه من 12 مثلا، دي نادر جدا. يعني حضرتك كده في فرق بين المراهقه وفي فرق بين السن البالغ. طبعا المراهقه حاجه والبلوغ يعني. بص، انت قصدك فيزيكال يعني، قصدك فسيولوجيا يعني؟ طيب لا، هو ممكن الطفل يعني يظهر عليه علامات اللي هو البلوغ، اللي هو يطلع له مثلا ولد يطلع له شنب صغير كده، بس المراهقه تتاخر شويه، ما يبانش عليه، يتاخر شويه، وممكن تبان وتطول، ممكن تبان وتخلص بسرعه. يعني ممكن من 14 ل 18 يكون ايه، خلاص هو كده يعني خلاص ما بقاش مراهق سن 18، ممكن يبقى زي الشاب الكبير اللي عنده 35 مثلا او 25 عشان ما نبعدش قوي. تمام. وممكن البنت مثلا تبقى بلغت برضو، بقت بنوته، بس برضو تطول توصل مثلا لسن 21 لسه مراهقه ولسه تفكيرها مشوش وما ينفعش تاخد قرارات، وما ينفعش نسيبها لدماغها وهي عندها مثلا 21 سنه او 22 سنه، لان كانت تصرفاتها اللي قبل كده تدل انها لسه مراهقه. بتبان يعني الاب والام والاهل بيعرفوا من تصرفات الطفل ومن سلوكياته، لان هم بيبقوا متهورين جدا وليهم حاجات كده انطباعيه، فالطفل يعني الام والاب بيعرفوها. فاول ما تتوقف الحاجات دي خلاص هو كده الطفل وصل لبر الامان ووصل مرحله النضوج وممكن ياخد قراراته بدون يعني بدون ما حد يتدخل في قراراته دي. يعني كده هل يختلف الطفل المراهق ان كان ولد او بنت؟ في اختلاف بينهم؟ طبعا. ممكن تعرفينا ايه هو الاختلاف؟ أكيد طبعا. اتفضل. الولد زي ما كلنا عارفين بيبدأ مثلا اللي هو الشعر اللي بيظهر في وشه، بيبدأ حاجات في جسمه كده تتغير هو بيشوف بيها، بيبدأ صوته يتغير، مناخيره تكبر، يطلع له حبوب في وشه وبيش الاثنين يعني. فدي حاجة بتضايقهم جدا جدا جدا. ده أسباب البلوغ ولا أثر البلوغ؟ هي البلوغ مع المراهقة، ما هي المراهقة يعني خلاص الطفل بلغ. تمام. هي دي مرحلة البلوغ، هي المراهقة. طب ازاي يتعاملوا بقى الامهات والاباء معاهم؟ انا هشرح لك بس الفرق الاول. اتفضلي. يعني هكمل السؤال الاولاني اللي انت قلتيه.
الولد زي ما قلنا، واكتر حاجه بتضايق الولد ان صوته بيخشن يعني بيتغير، وده بيضايقه جدا وبيعمل له يعني ازمه داخليه كده، بيحس ان هو مش عايز يتكلم، مش هو ده صوته اللي اتعود عليه من 10 سنين فاتوا. تمام. يعني لما يكون معاكي حاجه كده وبتنمو معاكي وصوته الرفيع الجميل اللي كل ما يطلعه هو عارفه، فجاه كده يلاقي صوته ده مش هو اللي عارفه، دي حاجه بتوتره جدا وبتحسسه بالخجل. واحيانا في اطفال بيرفضوا كده وتحصل لهم مشاكل كمان في النطق والكلام، يعني بيكونوا رافضين ان هم يتكلموا عشان صوتهم ده هم شايفينه وحش. تمام. نيجي بقى للبنت. البنت بيحصل تغيرات بقى، الحبوب اللي في البشره طبعا زيها زي الولد، والتغيرات الفسيولوجيه اللي في جسمها، هي بتبقى في بنات بترفض كده، مش بتبقى عايزه تبقى بنوته، وان جسمها يبقى لابس يتغطى مثلا وحاجات كده بيمر بيها اولياء الامور، مش عايزه تلبس غير لبسها اللي هي كانت بتلبسه وهي صغيره، رافضه انها يبقى جسمها يتغير انه يبقى كبير زي البنات الكبيره. وده بيعصبهم، وحتى لو هي ما بينتش انها متضايقه من كده، بتبقى داخليا في صراعات داخليه قدامها، ايه اللي بيحصل لي، وهي مش فاهمه حاجات كتير ومش مدركه حاجات كتير. وهنا يجي بقى دور الام بالنسبه للبنت والاب بالنسبه للولد. انت قلتي لي ازاي، السؤال اللي انت قلتيه لي دلوقتي، ازاي يتعاملوا مع الطفل المراهق، صح؟ اه طبعا، لازم ازاي يتعاملوا مع الطفل ان كان بنت او ولد. ممتاز، ده سؤال جميل. اول حاجه انا هقولها في نقاط، هقولها مثلا في 9 نقاط علشان نسهل على المستمعين يعني او المشاهدين. اول حاجه المسؤوليه. الاب والام بيشوفوا الطفل حتى لو وصل 50 سنه بيشوفوه لسه صغير. لا احنا لازم بقى نحجم الصوره دي، لا احنا ابننا بيكبر مش هيفضل صغير. لازم نحمله مسؤوليه. اي حاجه بسيطه حتى لو حملتيه مسؤوليه، مثلا هو يمسك مصروف البيت يومين في الاسبوع، يومين في الشهر حتى مش في الاسبوع، ان هو يشتري له حاجه معينه هو المسؤول عنها. انه يعمل حاجه معينه مثلا، هو اللي يركب اللمبه اللي في البيت مثلا، هو اللي مسؤول عن الحاجه دي. اي حاجه بسيطه جدا في البيت، في البيت يبقى مسؤول عنها، يودي اخته مثلا الصغيره المدرسه ويجيبها من المدرسه، او يوديها الدرس او يجيبها من الدرس. يبتدي يتحمل اي مسؤوليه يعني. نعم، يبتدي يتحمل اي مسؤوليه. ايوه، اي مسؤوليه ولو كانت بسيطه هتفرق مع الطفل جدا، مع شخصيته. اه طبعا هتفرق جدا، وهيقدر ثقه اهله فيه. يعني هو شايف ان اهلي بيثقوا فيا، لا انا كده في حاجه اتغيرت، في حاجه حصلت، يبقى انا ما بقتش صغير، ما بقتش طفل، يبقى ما ينفعش اعمل التصرفات بتاعت الاطفال. تاني حاجه، تاني نقطه، الاحترام. نعامل ولادنا باحترام. ما ينفعش الاب والام يعني ينهروا ابنهم قدام الناس، يعني ما ينفعش ازعق فيه، ما ينفعش اقول له مثلا يعني اي كلمه جارحه قدام اي حد، لان ده بالنسبه لهم بيبقى يعني حاجة صعبة جدا، وبتبقى حاجة محرجة جدا، وممكن ما يخرجش من البيت تاني، أو تعاملاته مع باباه ومامته يعني يحس بإدائية ناحيتهم، وإحنا مش عايزين كده خالص. تمام. إحنا عايزين احترامه، مش نعامله كأنه لسه طفل صغير وبس، اللي أنت بتعمله ده وبس، إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ لأ، الاحترام لازم في المرحلة دي علشان هو ما يحسش بكره وعداء ناحية بابا وماما. تالت حاجة، الحدود الواضحة. نعمل حدود، يعني الصراعات ما بين الاباء والابناء دي نعمل لها حدود وقواعد. يعني الاب يفهم الابن حدوده ناحيته، يعني انت ما ينفعش تكلمني في الموضوع ده قدام الناس دي، ما ينفعش انت تعلي صوتك عليا في الوقت ده، ما ينفعش ان انت تتناقش معايا بطريقه كده. يعني بابا وماما يفهموهم طريقه التعامل من اول وجديد كانه لسه طفل. عايزه اقول لك ان في علم النفس علماء سموا المراهقه مرحله الولاده الثانيه. شفتي بقى؟ يعني هو كانك انت جبتي طفل من اول وجديد. فزي ما بتعلمي طفلك الصغير ان هو ما يزعقش، ان هو ما يتكلمش مع حد بطريقه مش كويسه، ان هو ما يعليش صوته، ان هو ما يعملش كذا، المراهق برضو تعملي معاه كده بس بطريقه محترمه من غير ما نشد عليه. لأن هو أذكى ما يكون. طريقة جميلة جدا. هي دي الحدود. تمام. في بعد كده بقى رقم 4، التغيير. في تغييرات
بتحصل للمراهق، مش هنقول كل سنه ولا كل كام شهر. عايزه اقول لك ان في اطفال بيحصل لهم تغيير كل اسبوع، بس هنتكلم في الحاجه الدارجه او الحاجه الثابته. كل شهر بيحصل تغيرات للطفل المراهق داخليا، وبتخليه يغير ويبدل كل الحاجات اللي هو كان عاوزها. يعني هو الشهر ده قال لبابا ان هو عاوز عجله، على بال ما بابا بيجمع الفلوس بتاعه العجله وجاء الميعاد بتاع ان هو يشتري عجله، المراهق ده خلاص مش عاوز. ليه يا حبيبي مش عاوز؟ اهو كده. طبعا الاب والام بيحصل لهم ايه؟ لخبطه. ازاي يعني الكلام ده؟ لا، احنا لازم نقتنع ان هو غصب عنه، مش بمزاجه، مش عنده ولا حاجه، هو ما بقاش عاوزها. هو في تغيرات بتحصل له بشكل شهري فعلا. تمام، هم لازم يفهموا ده كويس. يعني مش عاوزه بكره. نعم؟ لازم يفهموا ده كويس. لازم يفهموا ده كويس، يفهموا ان هو هيغير رايه ما بين يوم وليله. هو ملهوش راي دلوقتي ثابت. والكلام ده يخص البنت والولد ولا الولد بس؟ طبعا، لا الاثنين. هما الاثنين عندهم تغيرات في الفكر. اه طبعا، تغيرات هي بتحصل، تغيرات جوه في جسمه من جوه بتاثر على تفكيره طبعا. تمام. اه، فلازم الاب والام يفهموا الحته دي كويس علشان خاطر فكره التغيير دي نعرف نتعامل معاها. ما نقفش، ما نتضايقش، ما نحسش ان الطفل بيلعب بينا، بيغير رايه كل شويه. لا، هو غصب عنه، مش بمزاجه، هو بتحصل له حاجات داخليه ما بتخليش طفل متردد وطفل متغير. نتقبل عادي، ماشي حبيبي خلاص بلاش عجل، عاوز ايه؟ نتقبل كل حاجه بصبر وراحت كده عشان تعدي على خير. تمام. بعد كده بقى رقم 5، اتفضل. تاثير الاخرين. طبعا مش الاب والام بس هم اللي بيأثروا على المراهق، في الاصدقاء وفي المدرسه وفي الشارع وفي التلفزيون وفي الانترنت، كل ده جوانب مختلفه. كل دي طبعا بتاثر. أوه. وده مش معناها ان احنا نحبس اولادنا. ما ينفعش نمنع الطفل من ان هو يندمج مع المجتمع، لان دي كمان هتعمل لنا مشكله ثانيه، انطواء وحاجات يعني مش قدها ومش عاوزينها. لكن احنا نبقى منفتحين كده ونركز. يعني النت هنشوفه بيدخل على ايه، نفلتر كده الحاجات اللي هو بيدخلها. لو دخل على حاجه مثلا مش كويسه بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لتربيتنا، لا يا حبيبي طب هفهمها لك، طب نشوف حاجه ثانيه بهدوء كده وببساطه علشان ما يعملش الحاجه من ورانا. تمام. والمدرسه طبعا اكيد في المدارس دلوقتي يعني في اخصائيين نفسيين بيبقوا موجودين ودارسين وواعيين، فالمدرسه طبعا بتبقى عارفه فتره المراهقه دي، بيبقوا فاهمين ان الطفل ممكن يعني يعمل يتهور، يتخانق مع اصحابه، يحبوا بعض، والحاجات اللي هي ايه اللي اسمها المراهقه الورديه. في فتره كده بتبقى اسمها مراهقه ورديه، ان هو يحب زميلته اللي في الفصل وهي تحب زميلها اللي في الفصل، ودي حاجه طبيعيه جدا يا جماعه. طبعا حب المراهقه جدا جدا جدا. بس نخلي بالنا ونركز عشان ما يحصلش تجاوزات طبعا. تمام يا دكتور. في بعد كده بقى من ضمن اللي هي تاثير الاخرين دي، اذا كنا رافضين حاجه، هو يعني في صديق معين رافضين يدخل حياته، ما ينفعش ندخل كده بشكل عدائي، ما ينفعش نقول له لا صاحبك ده ما ينفعش. لا، هو مش زي ما كان وهو طفل صغير وهيسمع الكلام، لا خالص، العند هيشتغل بقى. لا، احنا ندخل كده بالراحه ونوريله هو مميزاته ايه، والولد ده عيوبه ايه، او البنت مميزاتها ايه، والبنت الثانيه دي عيوبها ايه. دي مش شبهك يا حبيبتي، دي ما تنفعش انت تبقي صاحبتها علشان هي مش شبهك. تمام. وبالراحه كده، وندخل حته حته وبالتدريج علشان الطفل ايه ما يحسش ان احنا داخلين نهجم على حياته ونغير له مفاهيمه واصحابه اللي هو اختارهم، لان هو دلوقتي طبعا فاكر نفسه ان هو ما حصلش، عايز يختار بقى اصحاب جداد غير اصحاب اللي كانوا معاه من الاول، وعايز يعرف ناس جديده. فدي بقى حته هي اللي دايما بيحصل فيها مشاكل، ان الاب والام شايف ان ابنه وبنته في حد جديد داخل، هم مقلقين من الحد ده. نشوف في الاول ممكن يكون الحد ده كويس، ممكن تكون البنت دي كويسه او الولد ده كويس. اذا طلع يعني حد مش كويس ومش مناسب لظروفهم، بالراحه وبالتدريج كده وزي ما قلت نمسكه او نمسكها ونفهمها بمنتهى البساطه. في عامل مؤثر جدا في حياه المراهق، الاصدقاء.
اللي هم بنقول عليهم كده عندنا في علم النفس، مجموعه الرفاق اللي هم موجودين معاه من البدايه، دول اللي طالعين معاه وما صابهمش. تمام. دول بقى نخلي بالنا عشان هم مراهقين زيه، لان هم مراهقين زيه، فتعامل الاب والام بتاع صاحب ابني او صاحبة بنتي غير تعاملي انا. هنخلي بالنا من الحته دي. يعني صاحبتي مثلا اللي طالعه معايا من كي جي 1 هي هتبقى مراهقه معايا لما اجي ادخل اعدادي وثانوي، اكيد نفس السن. ايه بالظبط؟ بس ايه تعامل مامتها وباباها معاها زي تعامل مامتي وبابايا معايا؟ دي نخلي بالنا منها، ويحصل تواصل ما بين اولياء الامور. اذا كان في حاجه الاب مش عاجبه في تصرف ابنه، صاحب ابنه قصدي، يتصل بباباه او يتقابل مع باباه، والام كذلك الامر، ويحصل ايه؟ يعني وجهات النظر تتقرب، علشان هو ده كمان زميله من زمان او زميلتها من زمان، فمش هنقدر نبعدهم عن بعض، بس نحاول ان احنا نرتب الدنيا مع بعض، احنا الكبار نرتب الدنيا مع بعض. تمام يا دكتور. في حاجه بعد كده بقى، ايوه، في رقم 7، الثقة. لازم نثق فيه شوية. هو طبعا المراهق بيبقى مندفع جدا ومتهور، قراراته سريعة، ومعندوش أي نوع من أنواع الحرص أحيانا. بس إحنا برضو ما نحسسوش بكده بشكل مباشر، يعني نحاول نديله كده إيه، حتة ثقة، زي ما أنا قلت لك كده، اللي هي نحمله مسؤولية أي حاجة، دي برضو بتبني الثقة. تحمل المسؤولية ده لما نديهوله في الأول، يتحمل مسؤولية أي حاجة، بيبني ثقته بينه وبين أبوه وأمه. ده بابا وماما بيثقوا فيا، أنا ما ينفعش أعمل حاجة تضايقهم. تمام. في بعد كده رقم 8، المساندة. ودي حتة بقى شائكة شوية ما بينها وما بين التحكم، عشان في ناس بتشوف المساندة تحكم. أنا لا، أنا أتحكم في حياتي، حياة الطفل ده، وأنا اللي أمشيها بحجة إن أنا بس بسنده، ما خليهوش يغلط. لا، نخلي بالنا من الحتة دي، عشان هو كده بيحس إن في تدخلات في حياته مش بتعجبه. تمام. وعايز برضه يبقى له شخصية. فنخلي بالنا من الحتة دي. في نقطة صغيرة جدا هقولها. اتفضلي. لما مثلا هو يجي عايز نصيحة أو عايز مساعدة أو رأي معين، مش نحجر على رأيه، نقول له لا انت تعمل كذا 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 كذا، لا، احنا نقول له رأينا، ونقول له الاقتراحات بتاعتنا، ونسيبه مع نفسه هو يقرر، يعني ياخد بيها، ياخد بيها بقى، ما ياخدش بيها، وما نحسش بقى ان ايه، ان هو مهمشنا لو هو ما خدش بالرأي بتاعنا. لا، زي ما قلنا، هو في تغيرات، وممكن النهارده بالليل لو اخد قرار بكره الصبح يروح يلغي القرار، فناخد الموضوع بصدر رحب، بس ما نقفش، علشان مش هيبطل يجي يحكي لنا بعد كده. تمام يا دكتور. يعني ياخد رأينا. يعني الاب لو صديق ابنه او مصاحب ابنه في الفتره دي، كمان جدا. الطفل لو غلط اكيد هيروح يعترف لباباه لانه صديقه. ما انا كنت لسه هقول لك، اه، الحته دي بتتبني من البدايه. لازم، المفروض الوقت ده كمان يصاحبوا اولادهم جدا، يعني جدا. الاب مع الولد، والام مع البنت. يعني الاب ممكن طول فتره الطفوله دي ممكن يكون دوره مهمش، مش مهمش يعني هنسيبه ما يعملش حاجه، لا طبعا، على راسنا من فوق، بس بيبقى مش متداخل قوي في التربيه. تمام. يجي بقى فتره المراهقه، بالنسبه للولد دور الاب بيبقى يعني اساسي جدا جدا جدا، اكتر من الام بكتير. دي في فتره المراهقه، من 14 ل 25 سنه؟ بنقول من 14 ل 21، 25 دي يعني بتبقى نادر شويه. تبقى كبيره قوي. بس موجوده 25 سنه لسه في سن المراهقه؟ طبعا موجوده، بس حالات نادره. دي المراهقه المدلله؟ لا، مش المدلله ولا حاجه، هي كده. طب ايه معنى كلمة المراهقة المدللة؟ المراهقة المدللة دي مش حماية زايدة للطفل، ان هم قافلين عليه قوي. تمام. ومش مخليه، يعني مثلا خارجين معاه حتى لما راجعين مثلا السوبر ماركت، ما يروحش يجيب الحاجة بنفسه، لا يا حبيبي، لحسن حاجة تعورك، لحسن حاجة تخبطك،
فاهمه انت؟ يعني عاملين كده عليه زي كماشه وحاطين حواليه هو في النص ومامته وباباه حواليه، مش مخليينه يتفاعل مع اي حاجه في الدنيا، سواء جماد او نبات او حيوان او انسان او اي حاجه خالص. فدي المراهقه يعني دي هتخلي الطفل مدلل او تخلي الطفل غير مسؤول بالحمايه الزايده دي، وممكن يكونوا يعني المسمى بتاع المراهقه المدلله ده جه من كده، لان هو الطفل من البدايه اتعامل معامله حمايه زايده وخوف شديد عليه، ومحدش سابه يتفاعل مع المجتمع اللي حواليه. ما هي ممكن تكون الحمايه الزايده دي خوفا عليه، يعني اهله بيخافوا عليه جامد لدرجه ان هم خايفين ينزل السوبر ماركت لوحده، يروح اي مكان لوحده. اه فدي هتكون النتيجة عكسية على مش الطفل. لازم السوبر ماركت، مش لازم السوبر مش ماركت، لازم أي يعني حاجة. السوبر ماركت، كمان يعني المدرسة أي مكان في يعني. المذاكرة، في المذاكرة مثلا مش سايبينه حتى يذاكر بطريقته. احنا كل حد فينا ليه طريقة، يعني في حد يقرأ بصوت عالي والمعلومة تدخل دماغه وخلاص، في حد يكتب المعلومة تدخل دماغه، تمام. في حد يسكت خالص ويقرأ بعينيه والمعلومة تدخل دماغه. هما مثلا بابا وهو صغير كان بيذاكر بالطريقه المعينه، لا ذاكر بالطريقه دي يا حبيبي هي دي الحلوه، هما ممكن تكون مش بتاعتي، تمام. ممكن تكون مش هي اللي انا عاوزها. ونفس الوضع مع ماما برضه. في بعد كده بقى رقم 9، التواصل، الحوار الدائم والحكايات المتبادله والاخبار والمناقشات والنشاطات المشتركه في حياه الطفل. ما تسيبش الطفل كده ايه يعمل كل حاجه لوحده، بالذات دلوقتي الاولاد والبنات ماسكين الموبايل وبابا وماما كل واحد برضه في حاله ما حدش مركز. لا حتى لو ماسك الموبايل ننقشه، ندخل انت بتلعب ايه يا حبيبي، انت بتعملي ايه يا حبيبتي، نشوف نشارك معاها حتى يعمل اللعبه اللي مشاركة هي معاه. بتلعبها، مشاركه في اي حاجه وهي قاعده، وهي قاعده مثلا بتعمل حاجه معينه ندخل نشوفها، ممكن تكون محتاجه مساعدتنا. ندخل انت محتاجه حاجه يا حبيبتي، حتى مجرد ان انت محتاجه حاجه يا حبيبتي، محتاج حاجه يا حبيبي، هو حاسس ان في تواصل، في ان متابعة من بابا الأم وماما ليه. لو انا بابا وماما لو حصلت لي مشكله بابا موجود وماما موجود. انا دلوقتي ممكن كمان يقفشوا في الاول، يعني في الاول يقفشوا لما انا يعني ادخل على بنتي او على ابني اقول له عاوز حاجه يا حبيبي، لا مش عاوز، ممكن يقولها بطريقه مثلا صعبه عشان هو فاكر جه في دماغه كده وفي خياله ان انت جايه تكشري مناخيرك في حياتي او في تصرفاتي. اهو تمام. مره في مره لما هي تدخل كده مامي بهدوء او بابا بهدوء ويقول الحاجه ويمشي، مره في مره في مره هيفهم ان هو بيعرض خدمه مش عاوز يفرض عليه رايه، هيتعود ان بابا وماما موجودين، وانا لو حصل لي اي حاجه في اي حاجه في حياتي بابا وماما موجودين، هنادي عليهم لان هم اصلا بالفعل بيطلبوا مني دايما ان انا ابقى متواصل معاهم. تمام يا دكتور. في بعد كده بقى نقطه مهمه جدا، الخصوصيه. واحنا صغيرين كلنا، يعني انا وانتي وماما وبابا وكل الناس، واحنا صغيرين كده بنحب نقفل على نفسنا الباب ونكتب مثلا، نسمع اغاني، نشوف حاجه مثلا كده معينه. تمام. معنى ان البنت قفلت على نفسها الباب او الولد قفل على نفسه الباب عادي يا جماعه، مفيش حاجة، يعني هو حابب ان هو يبقى له يعني عنده خصوصية نخبط عليه واحنا داخلين، مفيش حاجة. طبعا هو في البداية بيبقى الأب والأم بيتعاملوا معاه كأنه لسه بيبي صغير، لسه في مرحلة الطفولة، فممكن يعني ايه يبقى مفيش حدود. ماشي يا دكتور، شكرا لحضرتك. الموضوع كبير وعايز حلقة أكبر من كده، بس وقتنا انتهى، وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظرونا وإلى اللقاء.